نتكلم عن المنادى. يعني ايه منادى؟ عايزك تعرف الاول تستخرج المنادى، تعربه، تبين نوعه، تبين حكمه بكل سهوله. يعني منادى الاسم اللي انا بنادي عليه. يا محمد، فين الاسم اللي انا بنادي عليه؟ محمد. يبقى يا ده حرف النداء، ومحمد ده اسمها المنادى. يبقى درس النهارده المنادى، الاسم اللي انا بنادي عليه. نتعرف الاول على ادوات النداء، حروف النداء، وبعد كده ندخل على المنادى. ادوات النداء، في حاجه غير يا؟ ايوه طبعا، في ا واي، وفي ايا وهيا. الفرق ما بينهم ان ا واي بستخدمهم لما بنادي على حد قريب، ام محمد لو انت قريب، اي بنية دي للتقريب. يا لاي حاجه قريب او بعيد. ايا وهيا بيستخدموا من النطاق كده، ايا صديق، هيا تستخدم للبعيد. دي ادوات النداء، حروف النداء. احنا بس هنستخدم يا في الامثله اللي احنا هنقولها، بس لازم تكون عارف برضو ادوات النداء. ندخل بقى على المنادى. محتاج تعرف ايه في المنادى؟ محتاج تعرف انواعه. عندنا كم نوع؟ 5 انواع للمنادى. منادى مضاف، شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده، نكره مقصوده، وعلم. وبعد كده هنتعرف على الحكم. لو قال لك حكمه انت مش فاهم حاجه دلوقتي، مش مشكله خالص، بس عندنا 3 انواع، المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده. 3 انواع، حكمه معرب، هنعرف دلوقتي يعني معرب. ونكره مقصوده وعلم، ده حكمه مبني. يبقى احنا كده عندنا كم نوع؟ 5: مضاف، شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده، نكره مقصوده، وعلم. عندنا كم حكم؟ 2: يا معرب، اللي باللون الاخضر ده معرب، وبالاصفر ده مبني. يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده. يعني ايه مضاف؟ انت عارف يعني ايه مضاف. المضاف اللي بعده مضاف اليه، ما انا عارف طبعا ان المضاف اليه بيبقى قبله مضاف، النعت بيبقى قبله المنعوت، سهل جدا. يعني المنادى الاسم اللي انا بنادي عليه، لو بعده مضاف اليه يبقى نوعه مضاف، سهله جدا. مثال، لما اجي اقول يا طالب العلم، انا بنادي على مين؟ على طالب، بعده مضاف اليه، ايوه العلم، يبقى نوعه منادى مضاف. يا رب العالمين، رب بعدها مضاف اليه، يبقى رب منادى مضاف. يا ذا الخلق، يا ذا الخلق، كده كده الاسماء الخمسه اللي بعدها مضاف اليه، يبقى الاسماء الخمسه مضاف. انا بنادي على ذا، يا صاحب الخلق، يبقى ذا ده منادى نوعه مضاف. يا معلمي المدرسه، طب ليه ما قلناش يا معلمي؟ عادي لو مثنى يا معلمي المدرسة، ولو جمع يا معلمي المدرسة. وحذفت النون ليه؟ للإضافة، بعد مضاف إليه، مش هنقول يا معلمين ويا معلمين، مش هينفع. طيب ربنا اغفر لنا، فين النداء هنا؟ هي كان أصلها يا ربنا، واتحذفت أداة النداء. ممكن تتحذف عادي لما أجي أقول طلاب الأعزاء، فين المنادى؟ طلاب. شباب العلم، فين المنادى؟ شباب. أداة النداء ممكن تتحذف عادي. يبقى رب هنا منادى ونوعه مضاف. هتقول لي طيب فين المضاف اليه؟ هقول لك اهو الضمير. اي منادى يتصل به ضمير يبقى منادى مضاف. يا بني، ده منادى ازاي مضاف؟ عادي برضو، كلمه ابن واتصل بها الضمير يا بني. وفرق طبعا من يا بني ويا بني مصر. ايه الفرق هنا؟ الاثنين مضاف، بس يا بني مضافه ايه؟ مضافه لياء المتكلم، يا بني، يبقى ده مضاف، بس هنا منادى منصوب وعلامه نصب الفتحه. انما يا بني مصر مضافه لايه؟ لمصر، هي اللي مضاف اليه، كان اصلها يا بنين واتحذفت النون للاضافه. يا بني ده منادى منصوب بالفتحه، يا بني مصر منادى منصوب بالياء. هنعرف دلوقتي ان المنادى المضاف بيكون معرب، بيكون منصوب. وخلي بالك برضو في المنادى المضاف، لو بنادي على اسم انسان، على اسم مركب، لما اجي اقول يا عبد الرحمن، ده مش علم زي ما هناخد دلوقتي. لو بنادي على اسم انسان يبقى علم. لو اسم الانسان مركب عبد الرحمن، ده مش مركب، ده مضاف، لان الرحمن مضاف اليه. يبقى عبد ده مضاف، منادى نوعه مضاف. يبقى اول نوع المنادى المضاف. تاني نوع الشبيه بالمضاف. احنا قلنا ان المنادى المضاف بعد مضاف اليه، والمضاف اليه ايه شغلته؟ بيوضح الاسم اللي قبله. طيب لو في كلمه عملت شغل المضاف اليه، يعني وضحت الاسم اللي قبلها بس مش مضاف اليه، يبقى المنادى شبيه بالمضاف. أقول تاني، لو المنادى بعده كلمة بتوضحه وينفع نعربها مضاف إليه، يبقى نوعه مضاف. بتوضح بس ما تنفعش تبقى مضاف إليه، يبقى المنادى نوعه شبيه بالمضاف.
مثال، لما اجي اقول احنا قلنا يا طالب العلم، العلم مضاف اليه. طيب لو قلت يا طالبا للعلم، يا طالبا العلم، او يا طالبا للعلم، في الحالتين هنا كلمة طالبا طالما منونة يبقى استحالة يكون اللي بعدها مضاف اليه، يبقى هنا اسمه شبيه بالمضاف. ليه شبيه بالمضاف؟ لانه بعده حاجة وضحت المعنى. طالب ايه؟ طالب العلم، طالب للعلم، بعده حاجة بتوضح المعنى. لو بعده جر ومجرور وبيوضح يبقى على طول شبيه بالمضاف. يا طالبا علما مفيش جر ومجرور، بس خلي بالك طالما ما تنفعش تبقى مضاف اليه يبقى على طول شبيه بالمضاف. يا معلمين المدرسة، هتقولي لا دي تنفع بقى، معلمين المدرسة، معلمين بتوع المدرسة، المدرسة مضاف اليه. هقول لك لا، طالما النون موجودة يبقى ده مش مضاف، لانه لو مضاف هيقول يا معلمي المدرسة، النون بتحذف للإضافة. طالما النون موجودة يبقى ده شبيه بالمضاف. طيب النوع اللي بعد كده، سيب النكرة غير المقصودة والمقصودة. العلم، لو بنادي على اسم إنسان أو علم، يا مصر، يا محمد، يا محمدان، يا محمدون، يا مصر، بنادي على الله، يا الله، ممكن أحذف أداة النداء وأقول اللهم. هنا المنادى علم، محمد، مصر، الله. هنا المنادى نوعه علم، سيبك من نوعه والإعراب دلوقتي. يبقى احنا عرفنا لو بعده مضاف اليه يبقى نوعه مضاف، بعده حاجة بتعمل زي المضاف اليه بتوضح المعنى، بس ما تنفعش تبقى مضاف اليه، يبقى نوعه شبيه بالمضاف. علم اسم انسان او اسم بلد، يبقى علم. فاضل لنا نكرة غير مقصودة ونكرة مقصودة. سيبك بقى من الكلام اللي بيقول لك المقصودة اقصد حد معين والغير المقصودة انا بقصد اي حد، سيبك من الكلام ده خالص. لو لقيت المنادى اكيد طبعا مش بعده حاجة بتوضح المعنى، يعني لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، واكيد مش علم. لو بعده بقى المنادى لو منصوب يبقى غير مقصودة، لو مرفوع يبقى مقصودة. اخد مثال، لما اجي اقول لك يا مسافرا بالسلامة، مسافر بعده حاجة وضحت المعنى، مسافر ايه؟ ما وضحتش، مفيش حاجة، يا مسافر مع السلامة، بالسلامة، يبقى ولا بعده مضاف ولا شبيه بالمضاف ولا علم. يبقى حاجة من الاتنين، يا نكرة غير مقصودة يا مقصودة. اعرف ازاي؟ هشوف هو منصوب ولا مرفوع. اهي مسافرا منصوب، يبقى نكره غير مقصوده. طيب يا طالبا اجتهد، مفيش بعده حاجه بتوضح المعنى، ومنصوب يبقى غير مقصوده. يا مؤمنين يأمنون، يبقى منصوب على طول ومفيش بعده حاجه بتوضح المعنى، يا مؤمنين اتقوا الله. يا رجلين اقيم الصلاه، منصوب مفيش بعده حاجه بتوضح المعنى، يبقى غير مقصوده. انما لو المنادى مرفوع يبقى نكره مقصوده، يا مسافر مرفوع اهي، مفيش الالف بتاعه التنوين، يا طالب اجتهد، يا مؤمنون واو نون يبقى مرفوع، يا رجلان اقيم الصلاه يبقى مرفوع، يبقى نكره هنا نوعه نكره مقصوده، هيفرق في الاعراب. وخلي بالك بقى لما اجي بنادي على اي اسم معرف بقل، اي اسم معرف بقل، لو عايز انادي على المعلم هقول يا المعلم، لا، عند نداء الاسم المعرف بقل بنضيف ايها للمذكر وايتها للمؤنث، نقول يا ايها المعلم، يا ايتها المعلمه. طيب فين المنادى؟ ركز ركز، الله يبارك لك في الحته دي. المنادى لما بنادي على اي اسم معرف بقل بقول يا ايها المعلم، يا ايتها المعلمه. وفين المنادى؟ لا مش المعلم، اي، يا اي، اي دي منادى، اعرابها ثابت، منادى مبني على الضم في محل نصب. فين المنادى؟ اي، اعرابه منادى مبني على الضم في محل نصب، نوعه نكره مقصوده. ايه بقى موضوع حكمه؟ احنا قلنا المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده معرب. يعني ايه معرب؟ يعني منصوب، يعني منصوب وعلامه نصبه. وابدا اشوف الكلمه، لو مفرد منصوب بالفتحه، مفرد او جمع تكسير، لو جمع مؤنث سالم بيبقى منصوب بالكسره، لو اسم من الاسماء الخمسه بيكون منصوب بالالف، لو مثنى او جمع مذكر سالم بيبقى منصوب بالياء. يعني في الامثله اللي قدامنا اللي فوق، اول مثال يا طالب العلم، طالب منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يا رب منادى منصوب بالفتحه، يا ذا ده اسم الاسماء الخمسه منادى منصوب بالالف، يا معلمي المدرسه منادى منصوب بالياء، ولو مثنى يا معلمي المدرسه برضو منادى منصوب بالياء، ربنا برضو رب منادى، منادى مضاف يبقى معرب، يبقى منادى منصوب بالفتحه، يا بني منادى منصوب بالفتحه، بني مصر منادى منصوب بالياء، يا عبد منادى منصوب بالفتحة لأنه مضاف لكلمة الرحمن. النوع الثاني شبيه بالمضاف، برضو معرب، برضو منصوب، يا طالبا 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 منادى منصوب بالفتحة،
يا معلمين، منادى منصوب بالياء. النوع الثالث نكره غير مقصوده، برضو معرب، برضو منصوب بالفتحه. مسافرا، طالبا، منصوب بالفتحه. يا مؤمنين، يا رجلين، منادى منصوب بالياء. طيب فاضل نوعين، النكره المقصوده والعلم، ده بيكون حكمه مبني، يعني اعربه ايه؟ يبنى على ما يرفع به في محل نصب. اشوفه بيرفع بايه؟ علامه الرفع، يبقى مبني على علامه الرفع، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. يعني مسافر مرفوع بالايه؟ بالضمه، اقول له مبني على الضم وامضي في الاخر في محل نصب. طالب، منادى مبني على الضم في محل نصب. مؤمنون، منادى مبني على الواو في محل نصب. رجلان يرفع بالالف، يبقى منادى مبني على الالف في محل نصب. ايها، اي طبعا، منادى مبني على الضم في محل نصب. طب محمد، العلم، منادى مبني، وشوف بيرفع ايه؟ مبني على الضم في محل نصب، مبني على الالف في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب. وكده عرفنا الفرق ما بين المعرب والمبني في المنادى. ممكن يقول لك حط كلمة طالب تكون مرة معرب ومرة مبني. هقول له يا طالب العلم، تبقى معرب. يا طالب اجتهد، او يا طالب بالسلامة، يبقى منادى مبني. حطها في اي نوع من الثلاثة الاولانيين هيبقى معرب، اي نوع من الاثنين الاخرى هيبقى مبني. وكفاية كده ناخد تدريب على حلقة النهاردة. اقرأ القطعة كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط الاباء راغبين قدوة، واستخرج منادى معرب وقول لي نوعه ايه. منادى مبني وبين نوعه، فعل مضارع منصوب واخر مجزوم، بين نوع المنادى في الجمل الاتية: يا سائق السيارة، يا سائق انتبه، يا سائقا للسيارة، يا سائقا انتبه. طبعا كل نوع مختلف عن التاني. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.